أهلا بكم من جديد. وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لسنتين الماليتين 2017 و2018، وذلك بناء على التوافقات التي تم التوصل إليها بين السلطة التشريعية والحكومة، حيث تلا سعادة السيد رضا فرج مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بناء على التوافقات بين السلطة التشريعية والحكومة. هذا وكانت الحكومة قد أحالت إلى مجلس النواب مشروعا بقانون برفع سقف الدين العام من 10 إلى 13 مليار دينار، والذي أقره في جلسته السابقة. الخطوة القادمة طبعا هي خطوة تنفيذ الميزانية العامة. هناك بيكون في جهد أيضا بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية أن نضع هذه الميزانية موضوع التنفيذ، سواء في الجوانب اللي لها علاقة بخدمة المواطنين أو الجوانب اللي لها علاقة طبعا بمبالغ الدعم النقدي المدرج ضمن الميزانية العامة للدولة. فالخطوة القادمة في جهد كبير إن شاء الله بتواصل على مدى السنة هذه والسنة القادمة حق سنة 2018 لتنفيذ الميزانية العامة للدولة. كما أوضح معالي الوزير طبعا في الجلسة، هناك في احنا نسميه قسم للدين العام. الخطة هو ان احنا نطور القدرات موظفين الموجودين ضمن هذه الوحدة اللي نسميها وحدة الدين العام. الهدف منها ان احنا نستعين ببعض الخبرات في عملية تطوير القدرات اللي موجودة لدى موظفينا في هذا الدين العام. طبعا هذا النوع من التطوير يشمل ان نطلع على تجارب الدول الاخرى في مجال الدين العام، نطلع ايضا نستفيد من خبرات الخبراء في هذا الجانب. أعلنت جمعية مصارف البحرين عن إطلاق غرفة الخبراء ككيان تابع لها يضم عددا من الخبرات البحرينية العريقة في مجال العمل المصرفي. وتهدف غرفة الخبراء مشاهدين إلى تزويد كل من الجمعية والقطاع المالي والمصرفي وصناع القرار الاقتصادي في المملكة بمرئيات ونصائح وإرشادات خاصة بتقييم الأداء وسبل التطوير المنشود، وبما يدعم جهود المعنيين في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في الحفاظ على البحرين كمركز مالي متقدم كما كانت على مدى 50 عاما الماضية. وقد أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف أن مجلس الإدارة رسم استراتيجية طموحة اعتمادا على 3 مرتكزات أساسية هي تمثيل مختلف المؤسسات المالية في البحرين والفعاليات والتدريب والتطوير. أكد الدكتور عبد الرحمن جواهري رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات جبك أن صادرات الشركة من الأمونيا واليوريا والميثانول تجاوزت التوقعات بمعدل 6% لتبلغ نحو 613 ألف طن متري منذ بداية العام الحالي. وأوضح رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات أن معدلات إنتاج جبك فاقت ما هو مخطط له رغم التحديات، حيث حققت ما يقارب من 26 مليون ساعة عمل دون وقوع حوادث مضيعة للوقت. وأشار الجواهري إلى أن إنتاج الشركة من مادة الأمونيا بلغ 229 ألف طن متري بنسبة زيادة 2%، فيما حققت إنتاج 357 ألف طن من سماد اليوريا بمعدل ارتفاع يعادل 5.7%. يذكر أن شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات جبك استطاعت الوصول إلى الأسواق العالمية لتحصل كل من الأسواق الأمريكية وتايوان على نصيب الأسد من صادرات الشركة بنحو 15% من إجمالي الصادرات، تليها كل من أستراليا والصين بنسبة 12% والهند بنسبة 11% وتايلاند بنسبة 10%. أبدى وفد صيني مختص بشؤون الرعاية الصحية والمستشفيات رغبته في إنشاء عدة مشاريع صحية في مملكة البحرين، منها إنشاء وتشغيل مستشفى يقدم العلاج بالطب التقليدي إضافة إلى الطب البديل والتكميلي المتخصص في أمراض الكلى والقلب وزراعة الأعضاء. وأبدى الوفد الصيني مشاهدينا خلال اجتماعه مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية رغبته في إنشاء مصنع للأدوية في مملكة البحرين. كما بحث الوفد الصيني الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة، كما وتطرق الجانب الصيني إلى إمكانية تبادل الخبرات وفتح آفاق الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية التي تتميز بها جمهورية الصين الشعبية، خاصة فيما يتعلق بالسياحة العلاجية. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.
نواصل النشرة مشاهدينا مع أغلاق البورصات الخليجية لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع السوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 7348 نقطة بارتفاع بلغت نسبة 0.48%. أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6808 نقاط بارتفاع بلغت نسبة 0.30%. أما بالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 3573 نقطة بارتفاع بلغت نسبة 1.1%. وكان الربح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. ونأتي أخيرا لبورصة البحرين حيث أقفل المؤشر العام عند مستوى 1314 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبة 0.25%. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1,739,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 322,000 دينار تم تنفيذها مشاهدين من خلال 60 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 62% من القيمة الإجمالية للأسهم.